وكو وكو، جوالي اخذته امس من الصيانه، اعذرني حبيبي. حبيبي قاعدين نمزح معك حبيبي، شكرا على الدعم. وبالنسبه لانمي كايجو ما يعني بدات ارفعه على اليوتيوب وموجود على الباتريون، باقي الحلقات برفعها على اليوتيوب قريب. تمام اوكي، عشان ما نطول بس شفنا الحلقة الأولى وكانت حلقة جميلة جدا، ما كان فيها ذاك القتال اللي مرة كثير أو طويل أو أسطوري، كان فيها بعض المشاهد القتالات كانت جميلة وأبدعوا صراحة، بما أنها حلقة أولى أبدعوا فيها، فيها أحداث كانت جدا جميلة. آخر شيء انتهت الحلقة بأنه طبعا وضحوا للمتابعين بأنه هذاك الغراب، أكدوا لي المعلومة بلا صح، أنه هذاك الغراب تابع لي الرئيس أوبوياشيكي، ايش كان اسمه؟ ايوه ما ادري. المهم انه ابو ياشكي. أيوه. المهم انه تابع للرئيس وانه هو راح يطلب منها المساعده. هذه كانت نهايه الحلقه الاولى من الاسبوع اللي فات. كان فيها معلومات كثير مهمه اللي هي زي العلامه حقت الشيطان هذه اللي تظهر. عندي مداخله بسيطه على ذي الكلام اللي انت قلته. قول. دحين احنا هذا ايش بما يلف كذا. طب قولي بسرعة لأنه دحين إحنا شو اسمه عرفنا في الحلقة الأخيرة اللي شفناها إنه العلامة حقت الهاشيرا طلعت لما طلعت علامة تانجيرو. طيب حلو. طيب ما طلعت إلا لما طلعت علامة تانجيرو أول. حلو أوكي حلو. في قتال القمر السادس حلو طلعت علامة تانجيرو، ليش ما طلعت علامة هذا؟ كانت دوبا طالعة المهرج. كانت أول مرة تطلع، قصدك تينجن. تينجن كانت أول مرة تطلع، لسه دوبا طالعة. حتى ولو وش دخل؟ والله أسأل الكاتبة إيش دره يعني. هذا يعني هو قال إنه عشان أول مرة طلعت. أيوة لسه أول مرة طلعت، فا يعني ما كان لها أتوقع لها وقت أو شيء، لأنه هي زي ما قالت دام إنه طلعت العلامة فهي الآن بدأت تجذب الناس اللي عندهم إمكانية أو عندهم أولوية أو عندهم العزيمة بإنهم تطلع لهم العلامة هذه. فطلعت لأول اثنين اللي هم أبو شعر. دحين ما كان عنده عزيمة. ها؟ أنت كذا تقول؟ مو ما أقول كذا، بس يعني لأنه توها طالعة دوبها أول مرة تطلع. ما لها فترة يمكن طالعة. ما أدري هذا طبعا من كيس التحليل هذا ما أعرف. يعني ما جاء توضيح، ما جاء تفاصيل كثير. بس يعني أول مرة تطلع، فما ما أتوقع إنه نقطة مهمة إننا نعلق عليها إنه والله ليش تنجن ما طلعت له. لا أنا أحس والله إنها مهمة. أيوة بس يعني لسه دوبات أصلا ما طلعت إلا لما انقطع راسه، بس طلعت قطع راسه راحت. أديني كف. أديني لا أديني مو كف. مو كيف. لا لا أديني لا خد خد. بعد البث. لا إيش كيف ما طول. ما طلعت ما طلعت أصلا إلا لما جاء قطع راسه. طلعت أول مرة لما قاتل أخته. اتوقع طلعت ولا ما طلعت لما قاتل اخته؟ ما طلعت لما قاتل اخته حتى كمان. لما قاتل اخته يا اخي ما طلعت حتى. شيء مره غريب بس ما كان علامه، كان كأنه ما هو. ايوه بس ما طلعت حتى العلامه لما كان قاعد يقاتل اخته. كان شيء ثاني غير العلامه حتى. فقط لما قطع راسه شفتيها، بس لما قطع راسه يعني يا دوب حتى هو على اخر نفس خلاص الحركه هذيك اللي سواها وبعدين طلعت سوى كبش قطع راسه وبس راحت العلامه اصلا وقتها. فهمتي؟ فلسه دوبها يا دوب تطلع. فما يعني اتوقع ماشيين احنا صح، وهذاك اللي اول اثنين طلعت لهم اللي هو الولد والبنت ميتسوري، الولد ناسي ايش اسمه صراحه. بكذا هذه لا لا هذاك تميوكا ابو مويه ناسي ايش اسمه والله. هذه المعلومات اهم المعلومات كانت، ولكن انا عندي نقطتين ها توكيتو عندي نقطتين مهمه ابغى اقولها، اللي هي النقطه الاولى ترتيب الهاشيرا. ما افتكر صراحه اذا كان طلع في الموسم الاول او شيء ايش ترتيب الهاشيرا هذول او الموسم الثاني، ما افتكر، ولكن انا اكاد اتوقع بان الاول فيهم او اقواهم هو حق الصخر. انا اتوقع الشكل يأهل ما يأهل ما اعرف، ولكن انا اتوقع انه هذاك اقوى واحد، خصوصا بعد المشهد اللي جاء وسوى لهم كده وحده وهجدهم كلهم قال لهم اجلسوا. صح. فيبدو بانه حتى اصلا يعني ما قال الكلمه هذه الا انهم يبدوا الاحترام له ويسمعوا كلامه، فاصلا كلهم جلسوا وكملوا بعدين النقاش حتى. تمام. اتوقع هذاك اول واحد. ثاني واحد يبدو لي بانه كيوجيرو النار. لا رينجوكو ما ادري مو لا رينجوكو قاتل ترى الثالث لحاله. تومي يوكا ها ما شفنا من تومي يوكا شيء.
تمام؟ أنا أتوقع رينجوكو قد يكون الثاني. لا ما أتوقع. أبو مين الحية؟ لا ما شفنا منه شيء يا أخي. وش الحية؟ رينجوكو قاتل الثالث. ما شفنا أحد قاتل قمر. شو اسمه؟ قول معايا. أبو شعر أزرق. شو اسمه؟ نسيت. هو اللي حق الهواء ما توقع قلت كوتي وما أدري. لا لا أيوة هذا. اي طب هذاك قاتل مين؟ قاتل الخامس. هذاك قاتل الخامس حتى. اوكي. اما رينجوكو قاتل الثالث وقطع بهدله. بهدله لحاله. طبعا مع معلومة انه لازم نعرف انه الشياطين اقوى من البشر بكثير. ايوه بس انت ما تقارن مثلا انه هذا قاتل الرابعة هذا قاتل الخامسة. لا. يعني لما نجي نقارن نقول مويتشيرو صار هشيرة من القوة اللي هو فيها صار هشيرة وهو عمره 14 سنة وأصغر واحد فيهم أوكي وتدرب على يد أبو صخر أيوة وما بذل ذاك المجهود اللي مرة عشان مثلا يقتل واحد وأتوقع أنه لو بدلوا مثلا كان هذا رينجوكو هنا وهذا هنا والله أتوقع أنه كان أنهى مستحيل والله أتوقع أنه كان أنهى مستحيل أقسم بالله يعني طفل معاكي هو قد يكون انه مره قوي قد يكون انه مره قوي قد يكون الثالث انا بالنسبه لي يمكن الثالث ما اعرف ممكن الايام قدام تثبت لنا عكس ذلك لكن هذا انا بالنسبه لي قد يكون هو الثالث والرابع قد يكون تومياكا انا ما ادري ليش هو هالته تعطيني انه هو اضعف واحد هو مو باين عليه انه مره قوي أيوة. بس فيت عليه تصرفات يبدو انه هو مره قوي ايوه بالضبط ما ادري كذا هالته تعطيني انه يعني اضعف واحدة الفراشة الحشرة هذه وبعدها يجي هو كذا ما ادري هو كذا يعطيني احساس فاهم اي اي فهمتك حنشوف مع الايام حنشوف مين اقوى واحد فيهم ولكن المعلومة الثانية واللي هي الاهم المشهد اللي طلع فيه لما كانوا رايحين عند الابعاد هذيك اللي ما ادري ايش اسمه ذاك المكان ايش اسمه نسيت ايش اسمه والله اللي يروحوا فيه كيف فجأة يتغير المكان ها حق موزان ايوه تبع مكان موزان تمام في شيء غريب حصل الموضوع ذاك ما دخل مزاجي ليه الان هم جايين داخلين على هناك حلو هذاك كان كانه قاعد يسحبهم بالعنية فكانه الموضوع كانه فخ فكانه المفروض انهم كانوا يوصلوا هناك وبعدين صار شيء وخلاهم ها ويصير شيء اسطوري هناك يعني انه مو بس مو شغلة أسطوري ماله دخل أسطوري اسمع تصير قصة هناك مو إنه بس كده يعني جابهم خلاص طلعهم إيش فيه إنه أيوة كان يبغاهم يبغى يشيلهم يقتلهم أو أيوة. حاجة فكأنه كان الموضوع أصلا فخ لكن في شيء صار لغى هذا الشيء أو ما صار شيء أو إلا صار جاء كيف فجأة قفلوا الباب ورجعوا تاني مكانهم أيوة بس إنه يعني إذا ما صار شيء بس يعني ما انه ليه جابوهم من البداية انا ايش قاعد اقول انا قاعد اقول انه صار شيء لغى هذا الفخ او انه ما ادري زي تنبيه تحذير ما اعرف انه والله ترى احنا جايينكم بس ما نبغاكم دحين قام طلعوا من ذاك المكان او انه اوريدي كان من اول مفتوح وهذاك الشيطان راح شرد ممكن عليه ولحقوهم ممكن كانوا قاعدين يشردوا أيوة. اوكي لكن ما اتوقع انا حاسس انه الموضوع فيه انه ليش لانه كان واضح انه ماسك هذيك البنت وقاعد يجري فيها حتى ما يبي يقتلها ليش ما قتلها ولا اكلها يمكن رايح ياكلها هناك يا راجل بلعها كان قدامهم ايش فيه ما ادري لا واضح انه قاعد يجري فيها يجري لين وصل لين فوق وبعدين لحد لما نقز قاعد يضحك تعالوا هيا وروني ايش بتسووا ما ادري انا كده احس ان الموضوع فيه انه وكانه الموضوع كان فخ لكن صار شيء وخلاهم ينتقلوا من هناك اتلغى الفخ غلط في الفخ في احد لغى الفخ هذا ما اعرف انا هذا احساسي ف كده أتوقع تكلمنا بما فيه الكفاية فنشغل الحلقة ونبدأ الانطباع نبدأ الحلقة الثانية من قاتل الشياطين ديمون سلاير وبالنسبة للحلقة هذه حتكون على اليوتيوب وحتكون على الباتريون على الباتريون بدون حقوق وبدون إعلانات وبالنسبة للمشتركين شكر خاص لكم على دعمكم أسماءكم راح تكون موجودة في الشاشة بإذن الله نبدأ الحلقة ونبدأ الانطباع يلا
يلا يلا بدينا يا عيال. هذه الحلقة جاتني من واحد من المتابعين. اوف تمايا والترجف تمام. الله هات هات. اوه عشان كذا كان قاعد يجري. هات الوست هات الوست. والله يا راجل يطلع الزعيم اخشي اقوى واحد من الكل حتى من الشياطين. ايزن ارحب ايزن. انا واحد من بعوثي ابو ياشك. شوف يا عيال يعني توا توضحت. كما فعل تانجيرو. واللي شوف شوف الرعب شوف الرعب. فهي قتلت الشياطين. شوف الرعب. ولو اسمع مو كان هو الغراب الوحيد اللي عانوا زي كده؟ ايش دراني كلهم كانت عيونهم صغيرة وسودة؟ ايوه صح. الا هو عنده عين كبيرة. صحيح ايه ما ندري والله. انا جاهز للذهاب. الله يا الله يا التصوير الله. ايش؟ ايش هذا؟ اوف دقيقة مين اللي قاعد ارجع؟ ايوه ايش المشهد هذا؟ هذا المين؟ هذا موزان. هذا موزان؟ والثانية؟ هذه البنت هذه اللي نفسها الطبيبة. احلف. وات؟ شيت. هذا مين هذا؟ هذا يا اخي هذا مو القمر الأول؟ إلا صح؟ هاي ايش صار؟ بدأت تقع حتى قبل هذا. دقيقة اوقف 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 دقيقة 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 دقيقة. ما حد عنده ذا الحلق الا ابو تنجر. ايوه هذا اللي بس لا برضه كمان حتى هذاك مين؟ هو نفس القبر الاول برضه كان اللي هو اللي كان معاه السيف هذاك الاسود كان معاه برضه نفس الحلق هذا. اتوقع هو انا والله ما ادري خلينا نشوف. ما استنى 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 انا مخي بدا يتلخبط شويه. دقيقة يعني دحين هو نفس الشخصية أبو تانجيرو هو نفس القمر الأول. ما نعرف ما في شيء. خليني أكمل أنا فاهمة ما في شيء أوكي بس أنا قاعدة يعني أتساءل هل هو نفس القمر الأول أبو تانجيرو صار شيطان القمر الأول ولا القمر الأول شخص ثاني غير أبو تانجيرو وكان قاتل شياطين ولا كل اللي كانوا يتوارثوا الشمس كان عندهم نفس الحلق. ثلاثة أسئلة أبغى واحد منهم فهمت؟ هي هذه لها علاقة بتنفس الشمس أصلاً من أول قالوا. وإيش بقول يعني كل ورثة تنفس الشمس عندهم نفس الحلق. أيوة يعني أوكي كمل ما أدري طلق وسط مخي. ما لسه مو واضح مين هذا لسه مو أدري واضح أدري ما توقع. بس مخي كده. بس لا شوف يعني... اللبس شوف اللبس إلا والله نفس اللبس. لحظة ليش موزان مع هذه؟ وهذا المشهد من متى اصلا؟ مو المفروض انها من يوم سواها شيطانه شردت منه؟ ولا بعدين في المستقبل شردت منه؟ هذا المشهد من متى هذا؟ ما ادري ايش درى ما شفناه اول مره نشوفه. وات؟ كمل كمل. ما حدث ذلك اليوم صار الان على الاقل موجه ضخمه. What? أو يمكن هي كانت معاه من البداية بعدين خانته؟ ما أعرف. واو 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 واو. قد تكون هذه حركتنا الأخيرة. أوه والله رايحة. What? واو. يا عمري يسأل عنه هو في ذا المنظر. اي والله لكن ما عاد بامكان التحرك. او ماي جاد يا اخي البني ادم هذا ايش صار والله يحزن مره معقي والله مره شكله قاعد يتعذب. هذا ايش الالم اللي قاعد يمر فيه ده؟
وهذه لسه واقفة معاه وقاعدة تساعده. ايه حرام مرة تحزن. نفسي اعرف ايش المرض اللي هو مريض فيه. والله من جد. وبكيت بكيت ذاك اليوم. ايه هو يحط نفسه في طاقة سلبية. يبغى هو يكلمه توميوكا. بدأت الابتسامة على طول. يا اخي هذه وهذيك كويسة خلاص، وكل شيء تعلقوا على الترجمة كلها كويسة. لا انا قاعد اسأل، انا كنت قاعد اسأل. خلاص انطم مزعج. ما خلى حتى يسوي يوغا. اخطأت في سماع. دقيقة، كيف غياب هشر الماء أجل هو إيش؟ خليه تبعه دحين بيشرح لي. ها؟ What? What? كي؟ أحا. والله مرة مقفل من جميع الجهات. ايش اللي مر فيه البني آدم هذا؟ مزعج. ما نام، شوف عيونه تحت عيونه سواد. حتى في الحمام جاله. ولي اللبش. ويل مرض يستسلم مزعج نشبة. يلعن ام اللبش. What? ها؟ اوه هذا من زمان. هذا من زمان اللي لما كان يدرب تانجيرو طلع له هذا. ايوه لما نقص الحجرة. ايوه واو. ايش دوب انتبهت؟ ما انت منتبه؟ ايش اللبس حق هذا؟ هذاك مسوى نصه من هذا اللبس حقه. واو شكله صار عشان يمكن دخل في ذي الحالة بسببه يعني. ايوه شكله شكله أوكي. الوحيد اللي ما دخل على الامتحان. يا حرام. هو كان المويا. هذا كان حق المويا. What? その時も wow. واو يا حرام مسكين. عشان كذا اوه ماي جاد دمع 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 تدر. واو اوه ماي جاد.
ديام 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 والله حتى فقد الامل في نفسه يا رجل. ايش هذا؟ عشان كذا كان قاعد يقول انا ماني زيكم اصلا، مو أيوة كبرياء، لا بالعكس انا اقل مرة منكم. اوه عشان كذا معدوم يا اخي، حتى ما بيضحك يا رجل. الله يا لوس، وا يا رجل يا رجل، لا مو كان لازم يبكوني في الحلقة دي. لحظة، البنت الثانية اللي كانت مع تنجر وتوريه كانت أخت هذا؟ أي بنت؟ يا عمري صحة والله والله الكف هذا صحة، الكلمة هذه لماذا نسيت صحة؟ يا نامي داغا تومارا ناكو نارو كارا دا يو داشي اوي اوتشي كاكيتي شيماتا نو كانا هاياكو يشوبو او سورو نو وا دو دارو. لا 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 كيكو شيماسن كا اهبل اوري وا مادا فوكي كيوكا اوريتي ناي كيا اوتيكينا كوتو ديكي ناي شي جيو سان كاروكو داكيدو هاياكو ينارا شابيرو هيتسيو ناي شي ميان دارا تانجيرو 遅れてしまったが、俺も稽古に。キユさん、ザルソバ早食い勝負しませんか。なんで。いや、ガビ。ああ、صحة كويس كويس صحي شوية。بدأ يتحرك。コチョウに関しては聞いてなかったな。コチョウは何を教えているんだ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 。コ
فين جاية هذه؟ اهدئي. هذا أختها اللي كانت تسوي كذا أتوقع بال. هذه حتى وهي معصبة، حتى وهي متوترة، حتى وهي أي شيء بس تبتسم. أتوقع هي هذه اللي أختها أعطتها القرش أو شيء زي كذا، وبعدين هي أعطتها للبنت هذه. أيوة طيب. قاعد أفتكر بس. إن كانت أول ما تتكلم لأن. أما. أما تعرف كيف؟ وات لا خلصت الحلقة وات؟ لا. واو. إيش الهبل ده؟ واو واو لا والله بالعكس أقسم بالله أنها مرة جميلة الحلقة. ما أبغى. إيش تبغي؟ خلاص نجيب موزان أقتلوه يلا. إيش تبغي؟ لا بالعكس والله والله انها حلقه مره جميله والله انا عارف انها كانت مره هاديه ما فيها احداث كثير لكن والله انها كانت مره جميله تمهيد للشيء اللي قاعد اللي حيصير قدام اتوقع الارك هذا كله او الموسم هذا كله اللي حنشوفه كله ترى هادي حيكون وكله تمهيد
واضح واضح انه حيكون جدا تمهيد للاحداث اللي جايه قدام. يعني بيقول لك تدريب الهاشره، فحنشوف قصه كل واحد لحال. لسه ما نعرف قصه هاشر الصخر، لسه ما نعرف قصه هذاك ابو شعر ابيض، لسه ما نعرف قصه هذاك ابو الثعبان، ما احنا عارفين ايش حتسوي البنت هذه اللي هي الدكتوره. اشياء مره كثير لسه مخفيه عننا، فاتوقع مره يعني الارك بكبره اتوقع انه مره طويل، لانه حيشرح لنا الاشياء مره كثير بعدين ندخل في المعمعه. فبصراحة الحلقة مرة جميلة. طيب. أنا أعطيها 10 من 10 الحلقة. والله ما قصروا في الإنتاج، ما قصروا في الرسم، ما قصروا في ترتيب وتسلسل المشاهد والأحداث، وجابوا لنا أهم الأشياء. جابوا لنا حاجات مرة حلوة، علاقة جيو بالمدرب حقه، أخته. أنا أتوقع الاثنين هذولاك اللي طلعوا لتانجيرو زمان، اللي كان قاعد يدربه عشان يقص الصخر، والبنت اللي كان لها مشهد أتوقع وهي فوق الشجرة كانت تضحك أو شيء تبتسم، كان يشوفهم تانجيرو الاثنين. أتوقع هو هذا اللي كان صاحبه وأخته. أنا أتوقع. وبعدين والله يا الله مرة حلوة الحركة حقت اللبس، أتلا إنه قص النص. أيه نص نص من هذاك. وااا والله مرة حلوة يا أخي. يعني شوفي قديش إنه كان مرة متعلق مرة فيه، فأخذ نص من لبسه على الأقل عشان يفتكره. ومرة حلو. تخيل تكون النص الثاني حق أخته. لا لا بس نفس النص حقه. طب يمكن هو هذاك حقها كان. ما شفتي هو كان قاعد يتدرب كان مو لابس شيء. كيف مو لابس شيء؟ ما كان لابس اللي كان بني مدري عودي. هم مع بعض إلا لابسه. يمكن اخته ماتت قبل هذا، ما ادري، لانه حتى كان قاعد يقول انه ايوه كان قاعد يقول حتى انه اختك كان المفروض انها تتزوج او شيء زي كذا. ايوه فاتوقع انها ماتت على يد شيطان او شيء من قبل من زمان، فقام هذا اخذ اللبس حقها. فدحين اللبس اللي هو دحين لابسه لنصين، جزء اخته وجزء اخوه ما ادري صاحبه. والله توجع. واو والله يا مره قويه، مره مؤلمه اقسم بالله. تخيلي يعني انا فقدت اختي وفقدت اعز اصحابي، وعشان افتكرهم سويت لبس نص من هذه ونص. او ماي جاد اقسم بالله والله ما الومه، هو دحين في حاله نفسيه زي الزفت، دخل اكتئاب وقاعد يدخل في نفسه اصلا في طاقه سلبيه. يقول ما شفتهم قاعد يقول كل شيء يدخل نفسه في هذه الطاقه في هذه الحاله السلبيه. ديم والله ما لومه، مو راضي يضحك ولا يتكلم، حتى ترى لما كان يقول له انا ماني زيكم كنا نحسه مغرور طلع. ايوه الحين توضح والله كان قاعد يحس اصلا بالخزي انه بالنقص، وان انا اصلا اقل منكم، انا ولا شيء، المفروض اني ما اكون هاشيرا. وعشان كذا كان زعلان انه كان المفروض انه يكون تانجيرو هاشيرا الماء، ليش ما ورث هاشيرا الماء؟ زعلان انه ما في احد حيكون هاشيرا الماء اصلا. ديم والله ليش قاعد تقول انا مو هاشيرا الماء؟ اجل هو ايش دحين؟ شكله بالقوه قاعد يجبر نفسه يكون هاشيرا الماء. والله شكله هذا مرة ضعيفة ترنه. حتى اصلا لما الاختبار مو هو اللي فاز. يعني زي ما قلت. والله بس مرة شيء يزعل اقسم بالله. والله شيء مرة يزعل. يقولون في شرح بعد الاغنية. الا والله. الا والله. واو. يا حرام. شفت كيف؟ والله اني اسطوري، جبتها حتى بدون ما اشوفها، والله اني بطل. ديم بس والله مره تزعل. ديم خلاص خلاص حلو. ايش حركت علينا يا كابتن؟ ديم كيف انا بالله وانا اجيبها؟ والله اني بطل. بس وش الخياس ده؟ ليش جايبين المعلومات كذا بمكان مشهد كوميدي؟ صح معلومة مهمة والله، حرام تجيبها بشكل التافه ده. معلومة توجع، أحس كان هو يفتكر كان المفروض يجيبوها في ذاك الوقت. هو قاعد يفتكر صاحبه وأخته. أنا ماني مع إنه والله إنك لازم تشرح لي كل شيء في الأنمي بالتفصيل. ما هو كل شيء، هذا شيء مهم. بس واضحة. لا يعني هذا شيء مهم. لا واضحة واضحة، اللبس حقه هذا واللبس حقه ذاك. أنا قاعد أقول شيء مهم، شيء مؤثر جدا، شيء يوجع جدا. ليش شرحت لي بطريقة مضحكة؟ هذا مشهد قدام، على اللي ما فهم مخه مره معلق. يلا شرحت لك هي هنا. لا يا اخي ما انت فاهم، ما كنت ابغاها بطريقه مضحكه زي كذا. يعني كان هي الموضوع حزين يا اخي، موضوع يوجع. اوكي يعني دحين انا قبل ما نشوف انا كنت قاعد اقول لك توي
لو انه طلع من جد صح والله كانت مره حتوجع، مره كانت حتاثر مره يعني ححس يا اخي الم اللي يعني تحس بكميه الحزن اللي هو فيها. ايوه ايوه جبت اللي هي بطريقه هبله عارف. ايوه فاهمك فاهمك فهمتك فهمتك. يعني خلونا نشرح، هو ترى هو ماخذ نص كذا نص كذا، يلا خلاص اضحك. هو كان المفروض انه حتى يعني ما كان يعني شرط انه والله تشرح لي ترى انا والله جبت الاثنين ولا خيطتها ولا شيء. يعني كان لو انه مثلا لو جابوا بس مشهد بسيط كان ماسك اللبسين او شيء حاجه زي كذا، وبعدين انه نفهم اوه والله ترى انه اللبس يعني لو انهم جابوا مشهد حيكون أيوة حلو. ايوه فاهم معك. انا كنت ابغاه في ذاك المشهد حق الحزن بس، انه كذا يعني درامي الشيء اللي هو سواه. ايوه 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 فهمت يعني فهمت. كانه الشيء ده اللي سواه بيشكي لنا عن معاناته وعن ألمه وعن كل شيء. فاهم صحيح صحيح صحيح. ايوه هي حتكون حلوه لو انهم بس لو جابوا فريم واحد انه والله ماسك اللبسين الاثنين وهو قاعد يبكي ولا شيء انه فقدهم، وبعدين يجيبوا المشهد وهو لابسه مثلا. فحنكون فهمنا او مو لازم تشرح لي. صح اوكي حلو برضو. صح حلو والله. انفع اكون ينفع اكون مانجاكا صح؟ ايوه مانجاكا. حلو. طيب بس عشان اوقف التسجيل نقدر. طيب بالنسبه للحلقه والله انها مره اسطوريه، مؤثره جدا، دراميه جدا. الصراحه الدراما هذه شوي مختلفه عن البقيه، شوي نوعا ما مختلفه بس حلوه. حلوه انا مره عجبتني، حبيت الترابط اللي من الحلقات القديمه. ايوه ايوه الحين. اذا مره ما نبغى نديها 10 من 10 ما نبغى نرفع فيها، 9 من 10 تستحق. ولا تبغي تديها 8 من 10؟ 8 صح. اوكي يمكن انا تاثرت بزياده بس والله حلقه جميله. مو شرط انه يعني توضيح 3 من 10. 3 هو قاعد يقول 3 من 10 هنا تنجره. 3 من 10 لا سري، لا لا مره سري معليش. لا لا معليش. ايش تبغى؟ تبغى بس قتال؟ يلا بخ طع طع طع، شيل يلا موزان، خلص موزان يلا. هاشيله واحد مات، هاشيله هذا مات، يلا شيل القاتل الشياطين كلهم الثلاثه بوش بوش. والله يلا شيل موزان يلا، وتنجرو يفعل العلامه حقته، ويلا هم الاثنين قاعدين يتقاتلوا، هذا يقتل موزان وهذا يقتل تنجرو، خلص الانمي وتعيش نزكو لحالها حزينه وتبكي بعدين على المشهد. خلاص سويت انمي على كيف. ما ادري ايش يبغوا هذول. والله انها حلقه جميله، والله انها حلقه جميله. صح انه ما فيها احداث كثير لكن فيها توضيح جميل، مو لازم تجيب لي معلومات مره كثير، بالعكس المعلومات هذه كانت مره حلوه عن جيو. على الاقل عرفنا ليش جيو قاعد يتصرف بالطريقه هذه. تانجيرو قاعد يحاول يتواصل معاه. عرفنا انه البنت الدكتوره هذه حتروح مع موزان، خلاص حتروح مع اوبياشكي، حتروح هناك القصر حقه مع قاتل قتلة الشياطين. الثاني شوبويا ايش اسمها البنت هذه، البنت الهاشره الفراشه حشره نسيت ايش اسمها، شبك شبك ما ادري ايش فيها حرف شين. المهم انه تشرح تعصب ايش فيه اوفر ترى. المهم انه حتدرب البنت هذيك، فيعني حنشوف برضو اشياء يعني هنا ذيك مؤهله تكون هاشره برضو ممكن. الان شافت انه الوقت مناسب انه تتدرب. شينوبو شينوبو تشان. على العموم انا مره استمتعت بالحلقه هذه، ويعني ابغى اشوف لسه قدام اكثر. انت قلت 8 من 10 انا اقول الحلقه كانت جميله، كانت دراميه. يا هي حلقه دراميه جميله، عرفنا بعض المعلومات خفيفه، ممكن 9 من 10 ما والله العظيم لو كانت ازبل حلقه في الحياه انا مره مبسوطه من الرسم والانتاج صراحه. صحيح. هذا الحال يرفع الحلقه فعلا فعلا الانتاج صراحه تستمتع انت تتفرج. حتى الاوستات اللي قاعد تشتغل يا اخي، الموسيقار اللي ماسك ام الاوستات يا شيخ انا اشكر امه على اللي قاعد يسوي، حتى الرسامين واللي المسؤولين عن الانتاج صراحه عمل كان مره جميل. حلقه كانت مره جميله، حتى انا مره استمتعت مع الحلقه. ما كان فيها قتالات، ومو مهم انه لازم يكون فيها قتالات. انا بالعكس انا بالنسبه لي والله ابني لي الاحداث، انا من اول اصلا قاعد اطالب بقصه، فالان انت قاعد تحاول تجيب لي عناصر بسيطه حتخلي لي بعدين القصه ممكن قويه، شكرا اهلا وسهلا. بالعكس انا جدا مستمتع، هذا الشيء حيخليني قدام والله اني انا اتاثر مع القصه اكثر. طيب معلش بس هل جايز هل معلومه انه اتقلص الانمي من 8 حلقات الى 5 حلقات صحيحه ولا لا؟ يبدو لي ايوه. احلف شكلها ايوه. يعني احنا شايفين 8 ويلا يلا راضين يقلصوه ليش؟ اتوقع الباقي حيكون كله افلام عباره عن فيلم فيلم فيلم. اما يا على العموم على العموم اتمنى بانكم احنا صراحه استمتعنا مع الحلقه، اتمنى بانكم جميعا تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الانطباع. شكرا على حضوركم و
صح الفيلم حنشوفه آخر شيء اللي نزل أول شيء. هو الفيلم نزل قبل الأنمي حنشوفه آخر شيء. إيش هو؟ الفيلم. لسه ما نزل. إيه لا نازل في السينما. هو الحلقة الأولى نفسها. لا. هو الفيلم كان الحلقة الأولى. من جد؟ كان إعادة من الموسم اللي قبل وبعدين حلقة من الحلقة الأولى. متأكد؟ أي. متأكد؟ أي. أوكي. يعني ما في فيلم. لا ما في فيلم. أوكي. خلاص. حلو أيوة خلاص. ألو. خلص الحلقة. خلص الحلقة قفل هذا. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، حساباتنا الشخصية موجودة في صندوق الديسكريبشن. نعم. نشوفكم بإذن الله. في قبل ما نشوفكم دقيقة. دقيقة. أصبر أصبر أصبر. وصلنا على التيك توك 300,000 يا حبايب. سبسكرايب سبسكرايب. أيوة لا تنسوا لكم تشتركوا في اليوتيوب كابتن سلجيرو، حاول إنكم توصلونا ل100,000 بأسرع شكل ممكن. شكرا على حضوركم، أتمنى منكم أنتم استمتعتوا. نراكم بإذن الله في البث الآخر. و خلي قل لي انا ان الحلقه خلاص. طب انا الحلقه يلا يلا خلاص انا الحلقه يلا سريع 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 يلا بقفل يلا يلا اطلع برا يلا يلا بقفل 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 سريع. السلام عليكم. السلام عليكم.